السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة بعنوان أفضل أنواع مكملات الطاقة قبل التمرين. شو الفرق بين بعض أنواع مكملات الطاقة؟ لأن هناك في كثير من الشركات، فمو كل شركة منتجاتها مثل منتجات الشركات الأخرى، فيا على بالي أني أطرح مثل هذا الموضوع. ان مثلا هذا C4 وهذا C4 وفي C4 الاوريجينال، هذه كلهم مكملات طاقة من نفس الشركة، بس شو الفرق بين هذه الانواع الثلاثة؟ في عندنا بعد الانيمال فيوري، شو الفرق بين الانيمال فيوري وهذا C4 مثلا، او الانيمال ريج؟ فهناك كثير من مكملات الطاقة قبل التمرين، فيكون الشخص أو اللاعب محتار أي منتج آخذ من منتجات مكملات الطاقة قبل التمرين، أو يكون الشخص على غير علم بأنسب مكمل طاقة ممكن يستخدمه. فحبيت أطرح هذا الموضوع في حلقة اليوم. قبل كل شيء لا تنسى تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس إذا كنت من الأشخاص المهتمين بالمعلومات الرياضية ومعلومات عن التغذية والرياضة والتمارين الرياضية والتنمية الذاتية وأمور ثانية مثل ملخصات للكتب ووايد أمور، فأنت في المكان الصح. فلا تنسى تشترك في القناة، تضغط على الزر علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. بقول لكم عن تجربتي الشخصية مع مكملات الطاقة قبل التمرين. الحقيقة مكملات الطاقة قبل التمرين فيها الكثير من العناصر الغذائية مثل الأرجانين، البيتا ألانين، الكافيين، الكرياتين وعناصر غذائية أخرى، ولكن مكملات الطاقة قبل التمرين مشتهرين بأهم عنصرين، العنصر الأول الكرياتين والثاني الكافيين. لذلك الأشخاص اللي يشترون هاي المكملات أول عنصرين يتأكدون منهم ومن نسب الموجودة في الواحد في السكوب الواحد الكرياتين والكافيين. هناك مكملات طاقة قبل التمرين فقط تحتوي على الكرياتين، ما تحتوي على الكافيين، وهناك مكملات طاقة قبل التمرين العكس، تحتوي على الكافيين ولكن لا تحتوي على الكرياتين. أنا جربت تقريبا 8 أو 9 أنواع من مكملات الطاقة قبل التمرين من شركة جات، من شركة سيليكور، من شركة أنيمال وغيرهم من الشركات، ولكن اللي يناسبني أنا شخصيا المكملات اللي تحتوي على جرعة كافيين، ومو بأي جرعة كافيين. إن والله مثل C4 الأورجينال إن السكوب الواحد يحتوي على 165 ميلي جرام، أخذ جرعات الكافيين عالية، من أقل جرعة من 300 جرام ميلي كافيين في السكوب إلى 350 ميلي جرام. طبعا إذا أخذ هذه الجرعة من الكافيين في اليوم من مكمل الطاقة قبل التمرين ما أتناول قهوة في اليوم، لأنه يفضل عدم تناول أكثر من 400 ميلي جرام كافيين على مدار اليوم، لأنك إذا تناولت أكثر من هذه الجرعة 400 ميلي جرام كافيين على مدار اليوم فأنت بتعرض نفسك لأمور أنت في غنى عنها. وطبعا الكافيين لا حلقة خاصة، ما هو الكافيين، شو فوائد الكافيين، شو أضرار الكافيين، كثرة الكافيين طبعا، وكيف تعرف أنك تأخذ 400 ميلي جرام من الكافيين في اليوم، هذه لها حلقة خاصة منفصلة. بس أعطيك لما أول سؤال تسأل نفسك قبل تشتري أي منتج، أنت شو هدفك؟ مثلا أنت تعاني، الشخص يعاني من زيادة الوزن، فالكافيين فمكمل الطاقة قبل التمرين اللي يحتوي على الكرياتين وما يحتوي على الكافيين
غير مناسب لك. أنت بحاجة إلى مكمل طاقة قبل التمرين يحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى مستخلص من الشاي الأخضر. أنت يناسبك مكمل طاقة قبل التمرين يحتوي على الكافيين ويحتوي على الكرناتين علشان يدعم هدفك بشكل أسرع، ومكمل طاقة قبل التمرين اللي يحتوون على الكافيين مكمل عن مكمل يفرق. ليش؟ بقول لك هذا C4 وهذا C4، وفي النوع الثالث C4 الأورجينال. بس شو الفرق بين الأنواع الثلاثة؟ أولا كشخص حاب تنزل وزنك هذا C4 مناسب لك، لأن هذا C4 يحتوي على الكافيين، لأن هذا C4 ما في كرياتين، لأن هذا C4 يحتوي على الكافيين نسبة 150 ملي جرام في السكوب الواحد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على القهوة الخضراء. طبعا القهوة الخضراء مو بكل الناس تعرفها، هذا المستخلص القهوة الخضراء تساعد على حرق الدهون وبشكل أسرع وأسرع من الشاي الأخضر أو الكافيين المستخلص من الشاي الأخضر. أما C4 الأورجينال فيحتوي على 165 ملي جرام كافيين و1 جرام كرياتين، ولكن لا يحتوي على القهوة الخضراء أو مستخلصات من الشاي الأخضر. فالC4 الأورجينال أو المعروف بيعطيك طاقة ولكن ما بيساعدك على حرق الدهون بشكل أسرع. فهذا المكمل سيف ريبيد فعال. أما C4 ألتمت فيه كل شيء تقريبا، من أرجانين، من كافيين، من كرياتين. طبعا في نوعين من الكريات. طبعا C4 ألتمت معروف بجرعاته العالية، مثلا في الكرياتين، في الكافيين، في الأرجانين، في أمور ثانية، والبيتا ألانين ما ننسى البيتا ألانين، ولكن بجرعات عالية. وفي نوعين من الكرياتين، كل نوع 1 جرام 1 جرام. فلذلك C4 ألتمت يعطيك 2 جرام من الكرياتين، من نوعين من الكرياتين. أما الكافيين فالسكوب الواحد يحتوي على 300 ملي جرام من الكافيين، ويحتوي على البيتا ألانين، والسكوب الواحد يحتوي على أكثر من 3 جرام بيتا ألانين، والأرجانين اللي يساعد على ضخ الدم أو إنه يبرز العروق في الجسم أثناء التمرين، يعني مثل ما يقولون يعطيك بامب. فهذا C4 جرعاته عالية. إذا كنت من الأشخاص المبتدئين اللي توهم داخلين الصالة الرياضية فما أنصحك تتناوله، لا C4 الألتيمات ولا الأنيمال فيوري. طبعا الأنيمال فيوري جرعة الكافيين فيه أعلى من C4 ألتيمات. بالإضافة إلى ذلك الأنيمال فيوري يحتوي على الأحماض الأمينية 5 جرام، كأنك تأخذ أمينو أسيد مع بري ورك أوت. والبيتا ألانين يحتوي على 2 جرام بيتا ألانين، ولكن جرعات الأنيمال فيوري الكافيين يحتوي على جرعة عالية من الكافيين. فأيضا إذا كنت من الأشخاص اللي الحين داخلين في الصالة الرياضية وهذه، يفضل أنك ما تتناول أو ما تستخدم مكملات الطاقة قبل التمرين اللي تحتوي على جرعات كافيين عالية. ممكن تأخذ C4 الريبيد إذا كنت ناوي تنزل وزنك، أو C4 الأورجينال أنك تحصل على دفعة قوية أثناء التمرين. الأمر الآخر اللي مهم نحط بالنا فيه، إذا كنت من الأشخاص يعانون من حساسية من الكافيين أو رجفة إذا بتاخذ كافيين، في أشخاص ما يتحملون جرعة الكافيين، يفضل تناول مكملات الطاقة قبل التمرين اللي تحتوي على الكرياتين ولا تحتوي على الكافيين، هذا يكون أفضل. أتمنى أنك استفدت في هاي الحلقة، وأتمنى أنك استفدت من هاي الحلقة وعرفت شو مكمل الطاقة الأنسب لك وكيف ممكن تختار مكمل الطاقة،
وأهم شيء تسأل نفسك أنت شو هدفك من التمرين؟ هل هدفك تنزل وزنك؟ هل هدفك تبني كتلة عضلية؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل أنت من الأشخاص اللي عندهم حساسية من الكافيين وما يقدرون يتناولون الكافيين؟ كل هاي التساؤلات علشان ما تضيع فلوسك وتعرف شو أنسب مكمل طاقة قبل التمرين ممكن تأخذه. إذا عندك أي سؤال وحاب تسأل، مو مشكلة تدخل على الكومنت تسأل على الإيميل، ما عندي أي مشكلة. أنا هني علشان أساعدك، علشان أتحقق هدفك، علشان بدال تسأل فلان وتسأل ما أدري منو وشو هذه وتكون بعدك محتار، ما عندي أي مشكلة. تدخل على الموقع تكتب رسالتك وتراسلني أو على الإيميل، لأني بجاوبك بشكل مفصل. وأتمنى لك كل خير ونجاح وتوفيق في تمارينك. شد حيلك.